السلام عليكم متتبعين جريدة أصوات الأوفياء، تحية لكم من هذا المنبر الإعلامي. بصدد الحادث اللي وقع صباح يوم 30 شهر 5 2024 مع أحد الرعاة اللي توفات الإبنة ديالو، بهذه المناسبة كنقول له البركة في راسك. غادي حدثنا على الواقعة كيفاش وقعت وكيفاش هي الإجراءات اللي دابا حاليا كيتبعوها، فنعطيوه الميكرو ويتحدثنا على الواقعة كيفاش وقعت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم أخويا. شنو وقع لينا؟ عاود لينا على كيفاش وقعت هذه الجريمة. قال لي حنا يا خويا جينا من تيزنيت وشارجينا وحطينا الغنم ديالي هنايا مع 4 الصباح ياك بعد، وملي صيفطنا الكاميرات مشاو بحالو، ومشيت أنا كنري الغنم على حصيد ديال الناس اللي يدخلوا شي حصيد ولا شي جنان، وهو ها هو جا في الطوموبيل ديالو ودز على حوايجي ودز على بنتي قتلها، وها هو جا لعندي بغى يقتل لي حتى انا، وخويت ليه طريق ووقف. سمعت الغوات ديال مرتي كتغوت ليا، قالت لي تعالى هذاك اللي وصلك راه داز على بنيتي قتلها، وجينا بنيتي ماتت ورجع لعنده، قال لك ها اللي درتي ورجع حتى هو بلاصي الطوموبيل عند الدريه ومشى وهرب. هذا الشيء ودي سي محمد اللي عندي انا نقولها لك. شكرا والسلام عليكم. نعم خويا. التوقيت اللي جيتوا فيه بالضبط ما كانش بيناتكم شي حوار زعما؟ لا ما كاين بيناتنا لا شي حوار لا كلمه، هو جا بسرعه وداز على الحوايج ديالي وبنتي، وجا لعندي بغى يقتلي حتى انا، ملي خويت الطريق خويت ليه الطريق ما حتى هنا انا كان بغى يقتلني وخويت ليه الطريق، وعقب ديك المره كانت تغوت لينا كانت قالت لك راه هذاك اللي وصلك اللي بيكوب اللي وصلك راه قتل الدريه، وجيت شفنا الدريه ميته طرطق راسو صافي ورجعت لعندو هو ورجع الطوموبيل وبلاصي عند الحوايج ومشي. هادشي ودي قال لي كاين ودي اخويا ما كاين نقاش بيناتنا ولا تلاقيت معاه ولا هضرت معاه، لا هو سي سيد. نعم خويا. هاد الواقعة هادي الله اعلم. يعني شنو واش عنده معك شي حساب واش؟ لا ما عمر وجهي ما عمر شفت وجهه انا ايا. يعني الارض ديال الله اعلم. الله اعلم. يعني تم لا جينا وحطيناه، ولكن بغينا يعترفوا بالقانون الا ضريناهم، راه القانون فيق منه وفوق منه، يقولوا لنا نكري ليك والله خوي من هنا حتى يصبح الحال لخوي، راه ما عنده مشكله ما كان سالوه والو في بلاده. ما كان سالوه هو والو في الحاله هذه السي سعيد. نعم خويا. يعني انتم غير كتجيو كتحطوه في اي ارض او لا كتمشيو كتقلبوا على موليها وتكلوا من عندهم ولا شي حاجه؟ كنجي اي هادشي اللي فايتين موالفنا حنايا ديما كنصيفوا في هاد المناطق هنا، ديما كنجيو كيكملوها الناس الحصيد ديالو وكيديها رزقو، وكنجي حنا نسرحون في هذيك التبينات. اه ديما ماشي غير هاد العام هو الاول، ديما كل عام كيجيو الناس كيصيفوا هنايا. هاد السيد واش شفتيه انت في وجهه؟ لا ما شفته في وجهه لا حد الان. يعني باش السياره اللي دهس بها البنيه ديالك الله يرحمها هاد النهار هذا، النوع ديال السياره الماتريكيل واش عرفتي الماتريكيل ديالها ولا ما عرفتيش؟ ولا عرفتي النوع ديال السياره ديالو ديال هاد السيد اللي دهس البنيه ديالك، ولا يعني مازال لحد الساعه ما عرفتي حتى شي اثر على الجريمه؟ لا عنده الحديد انا التيوطا ديالو التيوطا التيوطا اللي عنده والماتريكول. يعني حفظت الماتريكول ديالو كاين مقيده هنا، وانا معقل عليه ولكن كان مقيده عنه. الا جبتها غادي نقولها لك، الا جبتها واحد شويه غنقولها لك ندوزها لك. اي غير الا جبتها. شكون معك في هذا الحديث؟ شكون اللي كان معك؟ شكون اللي كان مرافقك في خلال هذا يعني المحطه ديالك انت في هذه الارض هذه اللي دابا انت كتواجد فيها؟ اي عندي اللي كان مرافقك يعني شكون يعني الناس اللي كانوا معك؟ غير عندي لا مرتي وسرح ولا انا صافي غير المرت مرتي وبنتي الله يرحمها سارح معك وسرح مع الغنم. انا وسرح كنري الغنم هادشي اللي كاين قانون اعترفنا بها اللي دار القانون انا اعترفت بها. ها هذاك الشيء راه بغيناها القانون يشدني الحق في ذاك السيد. ذاك السيد ظلمني وقتل ولادي وقتل بنتي وبغى يقتلني حتى انا، غير جاب الله خويت ليه الطريق. كنتمناو السلطات المحليه يشدني الحق في هذاك السيد. داك الشيء اللي كنتوجهوا لكم جزاكم الله خير. انا ملي وقعت الواقعه ومشيت للبرقاد وجبت جدرميه تكلمت معاهم قلت لك شنو عندك؟ قال لها اللي عندي قال لك انا جاي احنا جايين، وجاو هما قيدوا اللي قيدوا قال لك وعيط لابيلانس وديتها الدريه للبرقاد داها للبرقاد تم، ودخلت انا للبرقاد عند الجندار وعدينا به بنت عدينا به من تم عدينا به وصافي. والمهم كنت مع الجندار تما وساعه قال لك جيب المراه ومشيت جيب لمرتي تما، والمهم كنت ترقل المسايد ديالي كيبري. مازال عندي دابا حاليا واش كاين؟ وما نعرف ما تلا سولت به من ما عرفت فين كاينه.
يعني ملي دخلت هي هي ملي دخلت انا ضروري خصك سميتو يعني كما كنقولوا تابع الاجراءات ديالك القانونيه. نتابعها ولكن حتى يجي العائله ويجي اخوتي يجي سميتو يجي الجمعيه وعاد نشوفو. دابا لحد الساعه مازال ما عرفتش بنتك فين كاينه. ما عرفت. ما يمكنش. يعني الاساس اساس دابا انت اب يعني لواحد البنيه توفات مع العلم ان في هذه اللحظه هذه خصك تكون مع البنيه ديالك في الطبيب. اولا وي قال عليا شوف راه قال عليك تمشي مع بنتك لتاونات ياك ملي مشيت انا في لابيلانس انا والشوفور ديال لابيلانس قال لك تمشي لتاونات. قلت لنا شنو نديروا شنو الحل في تاونات؟ قال لك تجيب واحد الشهاده ديال باش تدفن الدريه. قلت له مرحبا وسهلا. شهادة الوفاة. ملي دخل قال لك تجيبوه في تاونات عند الطبيب. داك الشيء اللي قال لي هذاك الشوفور ديال لابيلانس. ملي دخلنا ملي وصلنا لابريكاد قال لك غادي نجيب شي ورقة عند لابريكاد هنا. في هذه الحالة يطلعوها لتاونات ديال تاونات. هذاك الشيء قالوا ولكن ملي دخلت انا لابريكاد ما طلع عيطوا لي لا صحاب لابيلانس لا الجندار ما طلع قال لي امشي. ما وليتيش معاهم من الصباح. من الصباح ما طلع قال لي لها بنتك هنا ديها لتاونات ولا ديها للرباط ولا ديها ما طلع ذكروا لي كاع. هادشي اخويا اللي غنقول لك انايا. شكرا على المشاهدة. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.